بارك الله فيكم وفي علمكم. يقول السائل، ويبدو أن هذا السؤال من درس الصباح، يقول: ما يقال في من يعتقد عدم كفر ساب الله عمدا؟ هل نستطيع أن نقول أنه مرجئ؟ لا تكفيه كلمة مرجئ، لا تكفيه كلمة مرجئ، بل هو كافر. قال إسحاق بن راهوية رحمه الله: أجمع أهل السنة والجماعة على أن من سب الله أو سب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سب الدين فهو كافر. هذا الإجماع ينقله من؟ إسحاق بن راهوية العالم الجليل المعروف المعاصر للإمام أحمد رحمه الله. قال أجمع، احفظوا هذه العبارة، أجمع أهل السنة، أجمع أهل السنة على أن من سب الله أو سب ماذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أو سب الدين، أو سب الدين فهو كافر. لا شك في كفر من صدر منه ذلك. وأنا ذكرت لكم اليوم أنني سمعت هذا في كثير من البلاد العربية، وللأسف سمعته بأذني لا أرويه عن أحد. سب الله، سب الدين، سب الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى لو غضب على سيارته ولا على دابته ولا يلعن دينك البعيدة. ما هو دين؟ هي ما لها دين، لكن الدين دين الإسلام يا أخي. ما في شيء اسمه دين إلا إن الدين عند الله ليش؟ الإسلام. فالذي جرأك على إطلاق هذه الكلمة، ولذلك من صدر منه هذا، أيهما، أنا أسأل سؤال، أيهما أهون، أيهما أصعب وأخطر؟ قول من قال: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أكبر بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، أم من سب الله ورسوله أو الدين؟ أيهما أعظم؟ الثانية. طيب الأولى ألم يكفر الله بها من قالها؟ ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ لا تعتذروا، أكمل، قد كفرتم بعد إيمانكم. والصحيح أن الآية لا تعني المنافقين، هذا هو الذي عليه التحقيق، أليس كذلك؟ يعني ليس المراد المنافقين، المنافقون كفار ابتداء، لكن الله عز وجل يقول قد كفرتم إيش؟ بعد إيمانكم. فهو كان مؤمنا فكفر بهذه الجملة. طبعا بغض النظر عن بعض الروايات التي تقول انه تاب في نهاية المطاف فتاب الله عليه، لكن القضية انه كفر بهذه الكلمة، لكن تاب معنى ذلك انه يجدد ماذا؟ يجدد اسلامه. فان هذا القول ردة، ردة. وبالمناسبة حضرتني كلمة، قولهم لكم، بعض الناس اذا جادلته في مسألة دينية يا أخي روح لكم دينكم ولي دين، أشهد أن لا إله إلا الله، دينك غير ديني، كيف هذا الكلام؟ هذا الكلام خطير جدا. الدين واحد، إذا كانك تعرف أن اعتقادك أن ثمة دينين فهذه مصيبة. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. اسمحوا لي أن هذه، أنا أردت أن أركز على هذه الأشياء لأن الحمد لله الضيوف كثر في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن يتقبل منهم، فلعلهم حتى من سلم منهم من هذا لعله يذكر من؟ يذكر إخوانه. ثم أنا أسألكم عن هذه الأشياء التي ذكرتها، توجد في العالم الإسلامي أم لا توجد؟ توجد، بل إيش؟ بل تنتشر بكثرة، والبعض لا يدري عنها، لا يدري عنها، يعني يقولها هكذا أنها خطيرة، يقول كلمة ولا يفكر في معناها أصلا، ولا يفكر في 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 مغزاها. سبحان الله، يعني لا يفكر أنها كفر، ما يدري، لأنه لا يتمعن الكلمة عندما يصدرها. فعليه المسلم أن يتفقه
وأي كلمة يشك فيها عليه أن يسأل من؟ أهل العلم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إلى درس الغد، أستودعكم الله، وفقني الله وإياكم لكل خير، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.